أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم ومرحبا في درس جديد للصف الخامس ابتدائي بعنوان تصنيف المخلوقات الحية، كيف تصنف المخلوقات الحية، وسيقدمه محدثكم الأستاذ أحمد عسيري. سنتعلم بإذن الله تعالى في درسنا لهذا اليوم: 1. كيف تصنف المخلوقات الحية؟ 2. توضح مفهوم التصنيف. 3. تصف كل من المملكة والنوع. لو أحضرت إليك هذه الأدوات وقلت لك صنف أو رتب هذه الأدوات، أحضرت إليك أثقال ومفك وملعقة وكورة ومطرقة وقدر طبخ وحذاء رياضي ومتر وشوكة، طلبت منك ترتيب هذه الأدوات، أحضرتها إليك وقلت لك رتبها، كيف سترتب هذه الأدوات؟ ما هو الترتيب المناسب الذي تقترح لنرتب هذه الأدوات؟ أتوقع الترتيب الذي سنصل إليه جميعا هو أننا سنضع القدر مع الملعقة والشوكة مع بعض، وتكون هذه أغراض طبخ، وسنضع المتر والمطرقة والمفك مع بعض، ونقول هذه أدوات نجارة أو أدوات لأعمال البناء، وسنضع الكرة والأثقال والحذاء الرياضي مع بعض، وهذه أدوات رياضية. إذن نحن نرتب الأغراض أو نرتب الأدوات مع بعضها البعض لكي يسهل الوصول إليها. فلو طلبت منك أن تحضر لي الملعقة، ستذهب إلى قسم الطبخ وتحضر الملعقة. طلبت منك أن تحضر المتر، ستذهب إلى قسم أدوات البناء وتحضر المتر. طلبت منك أن تأتي بالكرة، ستذهب إلى قسم أدوات الرياضية وتأتي بالكرة. إذن الترتيب هذا هو من أهم الأشياء التي نقوم بها دائما وأبدا في جميع أمور حياتنا. طيب، أنا قلت لك صنف أو رتب الأدوات، هل توصلنا إلى معنى كلمة تصنيف؟ أنا الآن صنفت الأدوات، أدوات طبخ، أدوات بناء، أدوات رياضية. إذا ما معنى كلمة تصنيف؟ أنا قلت أني صنفت الأدوات، ما معنى كلمة تصنيف؟ مثل ما واضح في المثال هذا، إحنا صنفنا أو رتبنا. إذن التصنيف هو نفسه الترتيب، التصنيف دلالة على الترتيب والتنظيم في مجموعات. لماذا نرتب أو نصنف الأدوات؟ ليش رتبنا الأدوات أو صنفناها؟ لماذا لا ندعها كما هي بشكل عشوائي؟ لو تركناها بشكل عشوائي، هل سنصل إلى الأداة المطلوبة بشكل سريع؟ إذا نحن نصنف الأدوات لكي نصل لأدوات الطبخ مثلا بشكل سريع، نصل لأدوات البناء بشكل سريع أيضا، وأيضا نصل لأدوات الرياضية بشكل سريع، وقس على ذلك جميع الأدوات الموجودة لديك في المنزل. إذا كيف نصنف المخلوقات الحية؟ هذه مخلوقات حية أمامنا، كيف ممكن أن نصنفها؟ بناء على ماذا؟ نحن صنفنا الأدوات بناء على استخدامها. توقع معي كيف ممكن نصنف هذه المخلوقات الحية. هل نصنفها بناء على حجمها مثلا، أو بناء على شكلها؟ على أي أساس ممكن أن نصنف المخلوقات؟ أو بناء على مكان الذي تعيش فيه؟ سنرى مع بعض كيف ممكن أن نصنف المخلوقات الحية. التصنيف هو علم يختص في تقسيم المخلوقات الحية، نقسمها إلى مجموعات حسب درجة التشابه،
إما في الشكل أو التركيب، تركيب الجسم، أو الوظائف بين أفراد كل مجموعة. إذن نحن نقسمها بناء على شكلها وبناء على تركيبها وبناء على الوظيفة. علم التصنيف يقسم المخلوقات الحية إلى عدة مستويات، تبدأ بالمملكة، من ثم الشعبة، من ثم الطائفة، ثم رتبة، ثم فصيلة، ثم جنس، ثم نوع. المملكة فيها مخلوقات تتشارك في صفات عامة، صفات عامة قليلة، لذلك المملكة هي أكبر مستوى في التصنيف. المملكة هي أكبر مستوى في التصنيف ويضم مخلوقات كبيرة تتشابه مع بعضها البعض في صفات عامة. من ثم نصنف المخلوقات الحية بناء على الخلايا، تشابه في الخلايا، من ثم التشابه في الأنسجة، من ثم التشابه في الأعضاء، آخر شيء التشابه في الأجهزة. أصغر مستوى في التصنيف اسمه النوع. أصغر مستوى التصنيف مثل ما هو واضح هو النوع، والمخلوقات الموجودة في النوع الواحد متقاربة جدا جدا في الصفات، تشبه بعضها البعض جدا في الصفات. إذن أكبر شيء أو أكبر مستوى في التصنيف هو المملكة، وتتشارك المجموعة في الصفات العامة، وأصغر مستوى في التصنيف هو النوع، والمخلوقات فيه متقاربة جدا في الصفات. سؤال: لماذا تسمى المجموعة التي تضم مخلوقات تتشابه في الصفات العامة بالمملكة؟ ليش سمينا المجموعة التي فيها مخلوقات تتشابه في الصفات العامة بالمملكة؟ واحد: لأن جميع المخلوقات الحية في المملكة تتكاثر مع بعضها البعض. اثنين: لأن مصطلح المملكة تدل على المكان الواسع جدا. ثلاثة: لأن لجميع المخلوقات الحية في المملكة أنسجة متشابهة. إذن لماذا نسمي المملكة بهذا الاسم؟ هل لأن المخلوقات الحية في المملكة تتكاثر مع بعضها البعض، جميعها يتكاثر مع بعضها البعض؟ طب نشوف المملكة. المملكة تضم عدد كبير، هل معقول أن العدد الكبير كله يتكاثر مع بعضه البعض؟ إذن نسمي المملكة بهذا الاسم لأن مصطلح المملكة يدل على المكان الواسع والكبير جدا. إحنا مثل ما قلنا المملكة هي أكبر مستوى في التصنيف. لدينا شكل أو خريطة توضح تصنيف الأحصنة، حيث أنه في المملكة الحيوانية نلاحظ نتدرج شيئا فشيء إلى أن نصل إلى نوع الحصان. لاحظ في مستوى المملكة يتشارك الحصان مع مخلوقات كثيرة جدا في صفات قليلة. ننزل إلى الشعبة تقل الكائنات الحية، ننزل إلى الطائفة تقل أكثر فأكثر، ننزل إلى الرتبة أيضا تقل، ثم الفصيلة أقل، ثم الجنس مع كائنات محدودة جدا وقليلة، ثم النوع اللي هو نوع الحصان. من هذا الشكل، هل الحصان أقرب إلى العنكبوت اللي هو هذا، أم أقرب إلى الكلب؟ إذا هل الحصان أقرب إلى الكلب أم أقرب إلى العنكبوت؟ نشوف من المخطط. لاحظ أن الحصان مع الكلب والعنكبوت في شعبة واحدة. ننزل عند الطائفة نلاقي الحصان والكلب في طائفة واحدة. إذن واضح أن الحصان، أن الكلب أقرب إلى الحصان من العنكبوت.
العنكبوت نعم معه في شعبة واحدة، لكن نضيق المجال شوية وننزل عند الطائفة نجد أن الكلب مع الحصان في نفس الطائفة، حيث أنهما من الثدييات. أيضا ما هو أقرب المخلوقات الحية للحصان؟ أكثر مخلوق يشبه الحصان، هل هو وحيد القرن؟ أم أنه مثلا الكلب؟ أم العنكبوت؟ أم القنديل؟ ما هو أقرب المخلوقات الحية إلى الحصان؟ سنلاحظ أن الحصان القزم هو أقرب المخلوقات الحية إلى الحصان. وصلنا إلى التقويم الختامي، لدينا 3 مصطلحات في اليمين و4 جمل في اليسار. المصطلح الأول هو النوع، هل النوع مملكة، شعبة، طائفة، رتبة، فصيلة، جنس، نوع؟ أم أن النوع علم تقسيم المخلوقات الحية إلى مجموعات بحسب درجة التشابه في الشكل أو التركيب أو الوظيفة؟ أم أن المخلوقات في النوع متقاربة جدا في الصفات؟ أم هو مخلوقات تتشارك في مجموعة من الصفات العامة؟ ما هو تعريف النوع بالضبط في هذه الجمل؟ أرجو أن نكون قد توصلنا إلى الإجابة الصحيحة، وهي أن النوع والمخلوقات المتقاربة جدا في الصفات. 2، المملكة، هل هو مملكة، شعبة، طائفة، رتبة، فصيلة، جنس، نوع؟ أم أن المملكة علم تقسيم المخلوقات الحية إلى مجموعات بحسب درجة التشابه في الشكل أو التركيب أو الوظيفة؟ أم أن المملكة مخلوقات تتشارك في مجموعة من الصفات العامة؟ أيهما يناسب مصطلح المملكة؟ إذا كنت قد قلت أن المصطلح المملكة يناسبه جملة مخلوقات تتشارك في مجموعة من الصفات العامة، فهذه هي الإجابة الصحيحة. 3، التصنيف، هل هو مملكة، شعبة، طائفة، رتبة، فصيلة، جنس، نوع؟ أم أن التصنيف علم تقسيم المخلوقات الحية إلى مجموعات بحسب درجة التشابه في الشكل أو التركيب أو الوظيفة؟ إذن التصنيف هو علم تقسيم المخلوقات الحية إلى مجموعات بحسب درجة التشابه في الشكل أو التركيب أو الوظيفة. تعلمنا في درسنا هذا اليوم تصنيف المخلوقات الحية، ما معنى تصنيف؟ ما هو تصنيف المخلوقات الحية؟ وكيف يتم تصنيف المخلوقات الحية؟ كيف نصنفها؟ أيضا تعلمنا أن أكبر مستوى في التصنيف هو المملكة، الذي يضم عدد كبير من المخلوقات تتشارك في صفات عامة. أصغر مستوى للتصنيف هو النوع، يوجد فيه مخلوقات متشابهة جدا في التصنيف. أخذنا مثال على ذلك تصنيف الأحصنة التي هي من مملكة الحيوانات. بكذا نكون وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.